بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في المحاضرة السابعة من الثقافة الإسلامية، وهي تتحدث عن السلطات الثلاث في السياسة الشرعية. السلطات الثلاث في السياسة الشرعية وفي النظم الأخرى: أولا السلطة التشريعية، ثانيا السلطة التنفيذية، ثالثا السلطة القضائية. السلطة التشريعية، ويقصد بالسلطة التشريعية السلطة التنظيمية، وهي التي تسن القوانين والنظم. قيود السلطة التشريعية: الأول أن يكون في المجال الذي يصح فيه التشريع أو التنظيم. القيد الثاني أن يكون هذا التشريع متفقا مع مبادئ الشريعة. القيد الثالث ألا يتصادم هذا التشريع ولا يتناقض مناقضة حقيقية مع دليل من أدلة الشريعة التفصيلية الثابتة. الهيئة الشرعية أو الهيئة التشريعية وأهل الاجتهاد: الذي يتولى سلطة التشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين هم: أولا المجتهدون وأهل الفتيا الذين توافرت فيهم أهلية الاجتهاد والنظر في الأحكام، ثانيا أهل الحل والعقد وهم دائرة أوسع تشمل أصحاب الاختصاص في الشؤون العامة. السلطة التنفيذية، ويقصد بالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة التشريعية، وهي السلطة المختصة بتنفيذ أحكام الشريعة وتعمل على إقامة المرافق العامة وتنظيمها بما يكفل إشباع حاجات الناس في الدولة. تتمثل السلطة التنفيذية في الهيئة الحكومية في الدولة الإسلامية، وتتكون من: أولا الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، ثانيا الوزراء والولاة الذين يساعدون الإمام أو ينوبون عنه في تسيير أمور الدولة وتنفيذ القوانين والأنظمة. الوزارة والوزراء في الدولة الإسلامية: ولما كان الخليفة أي رئيس الدولة لا يستطيع أن يقيم المصالح ولا أن يقوم بالوظائف كلها بنفسه، وبخاصة عند اتساع رقعة الدولة وتعدد وظائفها، وجب أن يكون معه من يعينه في وظيفته التنفيذية هذه، فهو يستعين بالوزراء في القيام على شؤون الدولة وتوجيه أمورها. الوزارة والوزراء في الدولة الإسلامية أصبح علماء الفقه السياسي الإسلامي كالماوردي وأبي يعلى الفراء وغيرهما، يبحثون في الوزارة ويجعلونها نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ، ولكل منهما شروط وبينهما فوارق في العمل والاختصاص. وزارة التفويض يفوض الخليفة وزيرا في تدبير الأمور برأيه وإمضائه باجتهاده، وله سلطات الخليفة نفسه كقاعدة عامة إلا في بعض الأمور، ولعل هذا المنصب يشبه اليوم رئيس الوزراء أو الوزير الأول في بعض الأنظمة السياسية. ووزارة التنفيذ يعين الخليفة من ينوب عنه في تنفيذ الأمور دون أن يكون له سلطة مستقلة، فهو يباشر تنفيذ ما يرد إليه من أوامر يصدرها الخليفة أو وزير التفويض، مثل الوزارات الموجودة الآن: وزير التعليم، وزير الصحة، وزير التجارة، هؤلاء وزراء تنفيذ. السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، ومهمة هذه السلطة: أولا إقامة العدل بين الناس، ثانيا الحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم، ثالثا استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها، رابعا
الولاية على فاقد الأهلية والسفهاء والمفلسين. خامسا النظر في الأوقاف وأمور وأموالها وغلاتها إلى غير ذلك مما يعرض للقضاء. علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. الإسلام يوجب على القضاة أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن لا يتأثروا بغير الحق والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى، وأن يسووا بين الناس جميعا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تاريخ القضاء الإسلامي قاطع في أن القضاة كانوا دائما مستقلين في عملهم، لا سلطان لأحد عليهم إلا الله، ولا يخضعون في قضائهم إلا لما يقضي به الحق والعدل. وعلى هذا الأساس يعتبر القضاة سلطة مستقلة مصدرها الأمة، وإذا كان الإشراف على هذه السلطة للإمام فإنما يشرف عليها بصفته نائبا عن الأمة. والصلاة والسلام على نبينا محمد.